فهو يعني كتكلم مع الحكم يعني بالرقيه، قال له زعما باش يشوف الفار شنو كاين فيه يعني خصو يشوف. فقد ملي تخذت لا ديسيزيون من الغرفه ديال الفار فسي نورمال يعني ما كيبقاش راضي على 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 لينو كتشوف حنا كنا هنا في يعني في بطنا الهدف اللي تسجل بان هدف كتبقى يعني الناس ديال الفار يعني فاش ترفض. فكنظن حنا ما عندنا ما الا غادي الناس ما عندنا ما نديروا حنا في الملعب يعني بقينا مركزين يعني شفنا يعني حتى ضربه الجزاء يعني شفنا درسناهم مزيان يعني تكلمنا مع اللعابه تكلمنا مع رضا يعني تكلمتي بكل صراحه اللي رغم ان الهدف الاولي اللي تم المسك ديالو كان كندخل شوف شنو قال فيه عاوتاني الفار عادي كره القدم هي دي. فكنظن انك كتبقى ضربات ترجيحيه مع انك شوف كتبقى ضربات ديال 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 لا كونسونطراسيون وديال انه هاد السيناريو كنا مركزين وخدمنا وكور ديال لاسم خدمنا حتى لي تيروبيت خدمناهم يعني درنا دوز ايكيب يعني شفنا كانوا مركزين كتبقى يعني ما حسبناش المباراه في اللقاء يعني كتبقى تلقى الكلمه الاخيره رغم ان سجلنا الهدف. كره القدم هي هذه فكنظن اهم شيء الفرق الكبيره المنتخبات الكبيره شفناها يعني في الاورو في اليورو شفنا كاين منتخبات كبيره خرجت يعني من كبلجيكا خرجوا من يعني من ضربات عاديه كره القدم هي هذه. فاهم شيء فقدمنا واحد الموسم اللي ما كانش سهل موسم اللي كان بزاف فيه ديال 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 لي ماتش لعبنا ثلاثه الواجهات لعبنا على الكاس عصبه الافضل الافريقيه لعبنا على الدوري لعبنا على كاس العرش كنبقى يعني على العموم يعني حصيله مزيانه.